السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير في ثالث أيام من أيام عيد الفطر المبارك، من هنا من ريف إدلب الجنوبي وبالتحديد من مدينة خان شيخون، المدينة المشهورة بمجزرة الكيماوي التي ارتكبها نظام الأسد منذ شهرين داخل هذه المدينة، وراح حصيلة القتلى حوالي 100 قتيل والكثير من الجرحى والمصابين الذين لا يزال يتم علاجهم في المشافي الميدانية هنا في الداخل السوري. نطلع معكم كيف مر العيد عليهم بعد شهرين من مجزرة الكيماوي التي وقعت في هذه المدينة، مع أحد أهالي مدينة خان شيخون. كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير من مدينة خان شيخون من محافظة إدلب، بلد مدينة خان شيخون يعني هي مدينة بمحافظة إدلب. من أول الثورة يعني قامت مدينة خان شيخون وتحاصرت، يعني تحاصرت من تاريخ تقريبا 1/8/2012 وظل الحصار تقريبا ل 2014 شهر الخامس، وتحررت بهمة الشباب. والفترة الحصار اللي تحاصرناها يعني كتير تعذبنا فيها، كان في معبر واحد يعني حتى ما كنا يعني الطعام ندخله بالليل آخر الليل، يعني كثير تعذبنا. وبعد شهر الخامس 2014 يعني فك همة الشباب جيش الحر، تفك الحصار عن مدينة خان شيخون، وبلش عند الفك الحصار عن مدينة خان شيخون صار مثل النظام كلياته صارت كل تقلو علينا على عبارة عن طائرات حربية وبراميل صواريخ، مرتين ثلاثة يمكن صواريخ كبيرة انضربت على مدينة خان شيخون، صواريخ هاي سكود وكبيرة ما بعرف شو اسمها. ايوه، وبعد 2015 كمان يعني كثير صار يوميا كل ما الشباب تقدموا بريف حما الشمالي كانوا يضربونا كثير، يعني بالحربة وبالمروحة والبراميل والصواريخ بكل 2015 و 2016 في الشهر الرابع هاي السنة 2017 الشهر الرابع هاي السنة 2017 انضربنا بالكيماوي راح فيها 100 شهيد تاريخ 4/4/2017. طيب نحكي عن العيد، نحن اليوم في ثالث ايام عيد الفطر المبارك، نحكي عن العيد بهالثلاث فترات اللي مرينا على مدينة خان شيخون، كيف كانوا يقضوا المدنيين؟ بداية بفترة الحصار اللي استمرت لعدة سنوات، وثانيها بفترة القصف بعد ما تم فك الحصار عن المدينة، وثالثها بعد مجزرة الكيماوي اللي ارتكب نظام الأسد. نبلش بفترة الحصار، فترة الحصار كيف كانوا المدنيين، وانت شخص منهم كيف كنتوا تمضوا العيد داخل الحصار داخل المدينة المحاصرة؟ بالنسبة للحصار اللي كان في خان شيخون يعني أثناء العيد ما كان عندنا شيء اسمه لا لباس لا ثياب ولا شيء ولا فرحة، يعني ما كان يوصلنا شيء، كنا محاصرين عبارة عن الجيش، يعني شلون بدي يفوت لا يفوتوا علينا لا ثياب، يعني الطفل ما كان يفرح، الشاب ما يفرح، ما في يعني ما في فرحه، يعني اثناء الحصار ما كان في عندنا شيء اسمه غير اسمه عيد بس، يعني بالاسم عيد بس. وبعد الحصار صار يعني كان صباحيه عيد، بعد الحصار كل صباحيه عيد يعني يضربنا، يعني بدنا نطلع على المقبره بيطلعوا بشهداء، يعني ما هو انه زياره القبور او بنطلع بشهداء، يعني صباحية العيد كنا نطلع بشهداء. وبتعرف انت يعني هذا العيد اللي مر علينا عيد فيه هدني ما يسمى بالهدني ما بعرف، يعني ما في فرحة، يعني نحن مبارحيات 100 شهيد بالكيماوي 100 شهيد من الكيماوي، يعني اينا عيد بدنا نستقبل او عيد بس، لكن الحمد لله يعني الامور صافي شوي هيك، والاطفال بدت يعني بدها تستمر بالحياة، الحياة بدها تستمر عندنا بالاطفال وبكل شيء. يعني طيب بعد مجزرة الكيماوي اللي ارتكبت في المدينة في مدينة خان شيخون منذ حوالي شهرين، صار تقريبا كمية نزوح كبيرة من المدينة، أكثر من 90% من المدينة نزحت خارج المدينة، هل على تخفيف التصعيد؟ هل عاد قسم من هؤلاء أم لا يزال المدينة فيها قسم كبير من النازحين اللي مضوا العيد خارج المدينة؟ لا، بالنسبة بعد ضربة الكيماوي رحل نسبة 50% من مدينة خان شيخون بس، لكن في اول ما صار الهدنه صارت شويه هيك الامور صارت ترجع، يعني البلد رجعت 70% وعندنا شيء ما يعادل 30% من ريف حماس الشمالي، من ريف حماس الشمالي يعني، ونازحين كثير يعني، وهالنازحين ومثل ما بيقولوا موجودين بمدينه خان شيخون صارت شويه يعني امور هيك كويسه، يعني حركه بشر وحركه شراء وحركه بيع
واطفال ولباس وكل شيء الحمد لله. طيب كسؤال اخير، شو امنيتك بهالعيد، عيد الفطر المبارك، بلسان الشارع او بلسان اهالي مدينه خان شيخون، ماذا يتمنون من الان الى العيد المقبل ان يتحقق لهم؟ هو نحن نتمنى من الله الحمد لله هيك الله يفرجها على سوريا كلها، يعني مو بس على خان شيخون او محافظه ادلب او على المناطق هاي الهدنه او تخفيف العسكري او كذا، لا نحن نتمنى انه على سوريا كلها نخلص من هالنظام، نخلص من روسيا، يعني الاطفال بترجع على المدارس، بيرجعوا مثل اول، يعني مثل اول كانت الامور، يعني ترجع الحمد لله هيك، بلكي الله يفرجها علينا يا رب. طيب الله يبارك فيك، كل عام وانتم بألف خير. السلام عليكم. اذا اعزائي المشاهدين، من نترككم قليلا مع الصوره، هاي بعض من الأدوات اللي ممكن أوجدها أهالي المدينة بعد حصار لعدة سنوات، بعد دمار كبير طال المدينة إثر القصف، وبعد مجزرة الكيماوي التي راح حصيلتها 100 قتيل، أوجدوا بعض الألعاب اللي ممكن تروح عن الأطفال بعض الضغط اللي كانوا عايشينه وتشعرهم ببعض من فرحة العيد. بنلتقي مع احد ايضا عناصر الدفاع المدني، الاخ حميد قطيني، كل عام وانتم بخير والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، كل عام وانتم بخير اهلنا في سوريا الحبيبي، كل عام وانتم بخير لشهدائنا ولمعتقلينا، كل عام وانتم بخير لكل شيء عم يسمعنا. اخي حميد، الدفاع المدني بفتره تخفيف التصعيد ممكن خف العبء عليه نوعا ما، اليوم في عيد الفطر، في ثالث أيام عيد الفطر، هل كان للدفاع المدني أشياء من المهام اللي ممكن يقوم بها، خصوصا بعد تقريبا تخفيف الضغط على هاي المدينة من ناحية القصف، من ناحية الطيران اللي موجود في سماء المدينة، هل كان هناك واجبات أخرى استطعتم تقديمها للمدنيين، للأطفال، للجو هنا بشكل عام؟ طبعا فرقنا مستنفرة على مدار ال 24 ساعة، مستمرة في أعمالها في خدمة المدنيين من الإسعاف، من إخماد الحرائق، من الأعمال الخدمية، حيث قمنا بالعديد يعني من الأعمال الخدمية في مدينة إدلب بشكل عام، وأيضا هنا في خان شيخون قمنا بحملة بجمالها نرتقي، بإزالة الركام وتنظيف وتجميل المرافق العامة في المدينة، وأيضا إلى بالنسبة لإزالة آثار الدمار التي خلفتها سنوات القصف الكثيرة. طيب سؤال ثاني، هل هناك أي حوادث عم بتصير، أي تفجير؟ شفنا في مدينة إدلب صار في عبوات نسفة وتفجير في بعض مناطق التجمعات، هل هناك احتياطات أمنية في المدينة، في مدينة خان شيخون، من أي شيء يصير في هيك شيء؟ طبعا نحن كفريق دفاع مدني مستنفرين على مدار 24 ساعة للاستجابة لأي طارئ من خلال عمليات الإسعاف أو الإنقاذ، في حال حدوث أي طارئ نحن بالخدمة يعني، ومثل ما قلت لك على مدى قمنا بإسعاف خلال أيام العيد، هناك يعني كان كثير من الحوادث السير بالمدنيين، هناك الأطفال، تهور الأطفال بقيادة الدراجات النارية، صار كثير من الحوادث، قمنا بإسعافهم إلى المشافي لتلقي العلاج، بالإضافة إلى إخماد الحرائق والإضافة إلى الأعمال الخدمية. طيب بسؤال أخير، أمنيتك في عيد الفطر السعيد، وأنت أحد الشاهدين على مجزرة الكيماوي اللي حصلت في مدينتك مدينة خان شيخون، اليوم أمنيتك وأمنية الناس داخل مدينة خان شيخون؟ طبعا مدينة خان شيخون من شهرين تعرضت لمجزرة كيماوي، لحد الآن الناس ما عم تنسى الضحايا، أغلبهم كانوا من الأطفال، حرموا من أبسط حقوقهم هي الفرحة بالعيد، غادروا رفقاتهم تركوهم وهلا هن يعني بالمقبرة ميتين، طبعا أهاليهم لحد الآن حزينين عليهم وصدقاتهم فاقدينهم، وبالإضافة نحن كل بيت له شهيد فاقده، كل إنسان حزين عليه، بس الرغم من هيك الفرحة رح تتم يعني، والعالم يعني عيد بدهم يفرحوا. طيب كل عام وانت بخير أخي حميد، والله يجزيكم. والله يبارك فيكم. في لقاء آخر أيضا مع أحد المدنيين ممكن نحكي عن هالشيء اللي صاير والنشاطات اللي صايرة داخل المدينة، لا مثل ما قلنا لحتى يخلوا الأطفال يشعروا ببعض فرحة العيد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته أخي إبراهيم. أخي أنس، أنت ناشط إعلامي من مدينة خان شيخون، تحكي لنا عن المظاهر اللي صارت في مدينة خان شيخون، بعض مظاهر العيد، كيف مضيتوا العيد بشكل عام داخل المدينة؟
طبعا الحمد لله رب العالمين، يعني نحن مثل هلق ما أنا ملاحظين عيد اليوم كان من أفضل الأعياد اللي مرت علينا من ما يقارب السبع سنوات حتى هاي اللحظة. طبعا هذا الشيء بيعود لأنه تهدئة القصف، ما كان في شيء يخوف الأطفال. هذا المكان وهذا السوق اللي هلق موجودين فيه، تجمع الأطفال موجودين فيه هنا عم بيلعبوا، كان أول شيء موجود الخوف كبير عند المدنيين كلياتهم، لأنه القصف من قبل النظام كان مستمر له بقى، حيث يعتبر أنه مكان تجمع للمدنيين. ومثل ما أننا ملاحظين يعني الفرحة الكبيرة المرسومة على وجه الأطفال. طبعا نحن يعني هاي الفرحة هي اللي بنعتبرها النصر، أكبر ما نعتبر النصر هو النصر الحقيقي يلي راح نعيشه بإذن الله بالأيام المقبلة بإذن الله. أخي أنس، أنت ناشط علامي ومنطقتكم مدينة خان شيخون قريبة من ريف حماة الشمالي أيضا، تخفيف التصعيد هل عم يسري بكافة المناطق المحررة أم هناك خروقات سواء بالطيران أو بالقذائف؟ أيضا كان هناك في أخبار عن إلقاء مناشير من قبل الطائرات على ريف حماة الشمالي، ماذا كانت تتضمن هذه المناشير في فترة عيد الفطر؟ هلق بالنسبة للقصف صراحة ما في أي تهدئة كاملة وتامة، يعني امبارحة بالليل ما يقارب الساعة 11 ل12 أكثر من 20 ل30 قذيفة كان مصدرها قوات النظام بريف حماة، استهدفت الأراضي الزراعية جنوب مدينة خان شيخون، يعني ما تبعد عن مدينة خان شيخون 1 كيلو. أما بالنسبة للريف حماة الشمالي فما زال القصف مستمر عليه سواء بالمدافع بالصواريخ. يعني النظام عاطي بيوهم العالم انه بهدنه صحيه، ولكن لحد الان ما طبقها بكل حذافيره وبالاتفاق اللي حصل. اما بالنسبه للمناشير اللي القاها الطيران من فتره ما يقارب الثلاث ايام، كانت بتحتوي على تهديد توعيد كالعاده. طبعا هذا الكلام نحن شفناه كثير، صار سمعناه منه كثير وشفنا منه كثير. ما هي المره الاولى بالنظام اللي بيلقيها من قبل طيرانه. بتدعو على حد قوله انه المسلحين يسلموا حالهم، ولكن اي مسلحين اذا واي ارهابيين اذا هو مصدر الارهاب وهو مصدر الخوف والرعب لدى الكل. يعني اصغر مثال، نسال اي طفل مين هو اللي عم يرهبك، مين هو اللي عم يقتلك، مين هو اللي عم يدمر بلدك، بيقول لك هو نظام بشار اسد. يعني امر كل العالم عرفه، فما في داعي يعني يوصف هون اهل هالمناطق بالمسلحين، لان مثل ما ذكرت لك هو اللي يعتبر مسلح وهو اللي يعتبر ميليشيات وليس اهل البلاد. أمنية أخيرة نختم فيها لقائنا منك كناشط إعلامي، من كيف تلاقي أكثر شيء بتتمناه الناس بعيد الفطر المبارك، خصوصا بعد معاينته للتهدئة ولو أن ليست كاملة، أكثر ما يتمناه الناس في المستقبل القريب؟ طبعا هاي التهدئة كانت محاولة جيدة، العالم كلها تتنفست فيها الصعداء، كان في إقبال شديد على العمل من جديد. طبعا العالم هي هدفها الأول والأساسي أنه تعيش بالأمن والأمان اللي غاب عنا من أكثر من 6 أو 7 سنين. طبعا بالإضافة للمتطلبات الكتير يلي هلق عم نسمع فيها، أهل المعتقلين ما زالوا حتى هاي اللحظة، يعني أم المعتقل أم الشهيد، يعني رغم أنه الألم اللي والفقد لابنه، إلا أنه خلص يعني عم تدعي ربها ليل نهار أنه الله يفرج عن المعتقلين والله يرحم شهدائنا ويتقبلون. كل عام وانتم بخير. الله يبارك فيك اخي انس، وان شاء الله كل عام وانتم بخير، الله يعطيكم العافيه. اذا كانت هاي جولتنا داخل مدينه خان شيخون، مدينه الكيماوي مثل ما بسموها اهلها من شهرين حتى هذه اللحظه، وذلك بعد تعرضها لضرب بغاز السارين السام، كما اسلفنا 100 قتيل والعديد من الجرحى والمصابين الذين لا زال يتم علاجهم حتى هذه الأيام أيام الفطر المبارك. بالرغم من ذلك هناك مظاهر للفرحة، هناك مظاهر للعيد داخل هذه المدينة، ونشاطات من قبل الدفاع المدني وبعض الجمعيات لإعادة بعض مظاهر العيد وبعض مظاهر الجمال إلى هذه المدينة. نحييكم من مدينة خان شيخون، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.